يا مساء الخير والسرور، يا هلا وغلا بطل المتابعين بالعالم. اليوم عندنا اعلان وتغطيه سريعه المين المعرض كلاس. معرض كلاس انا اعرفهم من زمان، من اول فرع فتحوا لهم بالشفا. اكثر شيء يميزهم غير ان الشخص اللي انا اعرفه رعيه، اسعارهم من احسن ما يكون ومن افضل ما يكون، وهذا الشيء هو اللي يخليني اتحمس اني اكثر شيء اصور له ومعلن له. الحين انا التغطيه هذه راح تكون غير وبنزل على شكل اجزاء. انا جالس ادور لكم اقل سعر سواء بالسيارات السيدان الصغيره او الكروسوفر المتوسط او الكروسوفر الكبير، فبحاول قد ما اقدر اني انزل لكم اجزاء باقل سعر واكثر من فئه. الحين كلاس وموزع معتمد الجيل الوعلان وهونداي الوعلان، فبصور لكم شيء هونداي واسوي لكم مقارنه عشان تشوف انت وش اللي يناسبك. تعالوا مع بعض خلونا نشوف وش السيارات، وبنزل لكم على شكل اجزاء علشان ما يكون الفيديو. ونقول بسم الله. طبعا الفرع هذا اللي بنصوره هذا فرع القادسيه، عندهم فرع بالرياض اثنين، قادسيه والشفاء، وعندهم بالشرقيه وعندهم بالقصيم. تعالوا خلونا نشوف وش السيارات اللي راح نبدا بها. تذكرون فوردات 1150؟ كلها راح انباعوا، يمكن 138 سياره، والى الان في ناس يكلمونهم يبونها. انا قلت لكم سعر من الاخر وعدد محدود، ولا اتوقع بيجيبون، يمكن هذاك راح يكون فيس ليفت. تعالوا مع بعض خلونا. طبعا عندهم اغلب السيارات هونداي وجل الوعلان. تعالوا خلونا، انا قلت لهم يجمعون مع بعض السيارات اللي بنسوي بينهن مقارنه. قبل ان ابدا الفيديو هذا برعايه موقع حراج، تخيل يا صديقي اكثر من 2 مليون زائر يوميا واكثر من 60 الف اعلان يوميا، تقدر تبيع وتشري اي شيء يطري على بالك. الحين بنسوي مقارنه بين كروسوفر اللي يعتبر صغير الحجم، كونه شكل جديد، جيل كوري، فينيو اصغر شوي، الكونه قديم شكل الاول، وسياره ثانيه بعد بتشوفون الحين مع بعض. هذول كلهم سيارات مرتفعه للناس اللي يبون سيارات مرتفعه سواء شباب او بنات. تعالوا مع بعض خلونا ناخذ لكم لفه سريعه ونقارن لكم الشكل الخارجي والداخلي والاسعار. وهذه السيارات اللي بنسوي بينها مقارنه بالشكل الخارجي والداخلي والسعر. ونبدا اول شيء بهونداي فينيو، واول شيء نبدا بهونداي فينيو. هونداي فينيو 3 سلندر، حجم المحرك 1 لتر بقوه 120 حصان والعزم 172. الجير راح يكون 7 سرعات. والحين نجي الجيلي كوري الأربعة سلندر 2024. 23 الشكل الاول كان 3 سلندر، الحين الجديد 24 راح يكون 4 سلندر بحجم 1005 172 حصان والعزم 290 نيوتن. هونداي كونا راح تكون كل الثنتين الجديد والشكل الاول، محرك 2000 راح يكون بقوة 147 حصان. طبعا الهونداي كونا راح تتوفر منه اللي هو هايبرد ومو هايبرد والعادي تنفس طبيعي فكذا محرك. بس تعالوا الحين خلونا نستعرض لكم الفينيو. الفينيو بشكل عام حجمه هو اصغرهن، اصغر وحده من مجموعات الكروسوفر واصغرهن محرك اللي هو هونداي فينيو. بس ابيك تشوف الحجم وتشوف ايش كبره بينه وبين الفئات الثانيه، يعني بينه وبين الجيلي كوريه، وهناك الكونه بعد اكبر شوي، فهن متقاربات كحجم وراح توفر منه عده فئات والوان. طيب السعر بكم يا بندر؟ السعر هذا اللي هو فئة البريميوم راح يكون سعره قبل 73 والحين ب 66 و700. طيب الجيل كوريه 2024 هذا اللون خزامه، دائما يقولوا الاسم وانساه، شوف لافندر، اللون اللافندر. هذا فئة الجي اف 4 سلندر كان 82 الحين 78. الكونة الشكل الجديد شوفوا كم سعره، هذا ما عليه عرض 97، هذه فئة الكومبورت جن 18. طيب الكونة الشكل الأول وشوف مقارنة بينه وبين الشكل الجديد. فالحلو بالموضوع انه معرض كلاس مو فيه لك الجديد والقديم، كلهن موجودات، انت شوف وش اللي بتختار والسعر اللي يناسبك سواء بنت او ولد. شوف هذه زاوية ثانية الكونو الفينيو، وهذا رينو الحين بنجي، هذا
ابيكم تشوفون الزوايا علشان تفرق بالشكل الخارجي والداخلي. لو تلاحظوا الكون الجديد اكبر كحجم. طيب الكون الشكل الاول كم سعره؟ هذه فئة الكمفورت نفس فئة الشكل الجديد. سعره كان 73 الحين 69,000. هذا هو يمكن 2000. طيب الحين نجي للرينو علشان نرضي جميع الاذواق. رينو طبعا الحين وكيلها منه الوعلان. هذا طول عمر رينو داستر. هذا نصف فل مكينة في 5 كان ب70 الحين ب66 وضمان 5 سنوات و 100,000 كيلومتر ايهما اسبق. كشكل كلاسيك هذا بزود، بس في ناس يبون هالشركات عندهم، تبي ياباني تبي فرنسي كلش موجود. الكوري يعني. خل اوريكم اول شيء داخلية الرينو داستر، بس قبل اوريكم الخلفية بوريكم الشكل الخلفي لهالسيارات الاربع. هناك الفينو وبعد الجيل كوري وبعد الكون الجديد وبعد الكون القديم وبعده الداستر. صرفية البنزين يمشيك لتر 15.9. هذا الصف الثاني بدون مخارج مكيف. هو مشغل مكيف وبارد. هذه جهة السواق كلاسيك كلاسيك كلاسيك. بس اشوفه دائم بالشارع، انا اشوف في ناس يشرونه يعني حكم ان سيارة اوروبية تم فيها الدولة. وهذه الكونة خلو اوريكم الشكل الداخلي. هذا الشكل الداخلي هو حكمك. فرق السعر دايم، فرق السعر له دور كبير. لا تضغط على نفسك بالاسعار. صح كلنا نبي الشكل الجديد والفخم، بس انت قس على فلوسك. هذا اهم نقطة ترى، واللي جايين عشانكم نوريكم وش اقل سعر. فرق فخامة بشكل الجديد والكون الجديد. كم 97 يا حبيبي؟ شوف 97,000 هذا ب 69,000 يعني 70,000 فرق، حوالي 30,000 احسبوني 70 لا فرق 20,000 ريال. فعندك خيار. راح نشوف الجيلي كوريه وال هونداي فينيو. هذا 24 صرفية البنزين راح يمشيك 17.8. هذا الشكل الخلفي. شوف دلع ما شاء الله دخلية شاشتين دلع. وهذا هونداي فينيو مرتفع، سيارة مرتفعة. اللي يبي اكسنت خاصة البنات، ما تبي سيارة نازلة، تبي زي الاكسنت زي هذه. هذه حقت مدينة يعني. بس خلصنا غاليين، بحاول اصور لكم بعد السونات الشكل الاول والجديد. والله اني تعبت، لكن بشوف ايش اللي اقدر عليه. بحط لكم ارقام وحساباتهم طبعا، مثل ما قلت لك مقارنة سريعة بالشكل وبالسعر والمواصفات علشان انت تقدر تختار السيارة اللي تناسب اول شيء ميزانيتك. هذه حط ببالك، اول شيء اختر السياره اللي تناسب ميزانيتك. بحط لكم ارقام وحساباتهم، قولوا لنا عن طريق بندر ما راح يقصرون معكم. وان شاء الله راح يكون في جزء ثالث مقارنه سريعه السونات الشكل الاول والجديد ولا زياره، بشوف وش فيه موجود عندها. في امان الله وبحفظ الكريم.